السلام عليكم اخوان، هذا الموقف هاي الحاله صارت بينا احنا كفيلكم الله والامام الحسين، صار بينا ابدا ما صاير للبشر. يا بي هذا واحد بالتيار الصدري، بالتيار الصدري دخيلك يا سيد مقتدى ودخيل ابوك، اذا تقبلها انت او مرجع ديني او معمم او واحد شريف بالدوله يقبلها احنا نقبلها. يعني واحد يكظونه يتهمونه ويذبونه جوا بالمكافحه. عم عندكم شاهد؟ لا عندهم شاهد. عندكم دليل؟ لا عندكم دليل. عندكم بالمكان طلع بيه كشف دلاله؟ عندكم شاهد بيه؟ قالوا لا ما عندنا. والله تعطونا 100 مليون ونطلع ابنكم من السجن. يردون 100 مليون يلا يطلعونه من السجن. هاي قرضانه وبيوته، وهاي امه وابوه، هذا من بيوته كفيلك الحسين ابو عبد الله. وشال شال البغداد رجال هالسوهليس 11 مليون، شوفه 212 جاهل عنده، 212 جاهل عنده وبدون حوش. وكفيلك الحسين ابو عبد الله كلها من ورا شيخ مزعل خلاطي، هذا يقول انا بالتيار الصدري اداوم جوا مني سيد مقتدى السدور، وخلى بس الحجيه والحجه بالدار وابنهم ذبه بالمكافحه. يدق علي واحد هم من عندهم هو من قرايبهم، يدق علي تقول له عمي، تقول له عمي هابي عندك دليل؟ خلنا نحلف بالامام العباس. حلفونا بالامام العباس ما ثقوا. عمي حلفوا واحنا نعطيكم مربع، ما يرضون يحلفون ويريدون 100 مليون. تقبل ب 100 مليون عليك الامام الحسين يدق لهم على نفر اربع ايام يا دوله تروح تشتكي عندها؟ يقول لك والله هذا بالتار الصدري ما نقدر نحاكي. يا بليش انت بالتار الصدري ومعمم؟ المعمم يقبل هاكي؟ المعمم يحلف واحد بالامام العباس ويرجع ياخذ بيده ويحطه جوا ويدقه هو بيده؟ المكافعه كلها الها تشتغل. ومن تحاكي يقول لك والله العظيم اطلعك بالاعلام الحرب مال بغداد وانا جوا من ايد سيد مقتدى. زين انتم يا هاي العشائر مالت العشيره مالته عم عليكم العباس يا عشيره يا خلاطي. تعال اقعد عمي يم طرف ثالث، الك حق اخذه ما الك حق تطيح حق هذا الريال اللي هجرته من بيوته. شوف وهاي بيناتنا العباس، بيناتنا العباس الحلف توبيل كمان 7000 كمان اكثر من 7000. هاي ديرانه والله لا يقبل ومحمد لا يقبل. هاي ديرانه وشال البغداد، شال البغداد، شال رجعته على الصفير ويبيع خضره ببغداد بحظ من بضخت من. احنا نسال من جميع واحد بالتيار الصدري، نسال من جميع واحد بالدوله، نسال من جميع واحد بالمكافحه، نسال من جميع واحد شريف وغيور يحس انه بهذا الموضوع ويعالج هذا الموضوع. لعن ذولا بالدوله يذبك جوا ويدق عليك الا توقع على هاي الورقه على مود اهلك يجيبون 100 مليون. تحاكي والله انا من قبل التيار الصدري، بالتيار الصدري وما تحاكاني وعده جهه والجهه مسنوده، وين تروح تشتكي؟ تشتكي عند القاضي اول يوم ينذب بعد ما مذبوح ياخذون نازل بغصب عليهم. زين شو تسوي انت؟ عمي يا علي الصيف يا الاعلام الحربي يا فيلم بدر هاي الاعلام مال واسط، احنا من اهل الكوت عم، احنا مو غربه. سيد مقتدى لا يرضى هيك ربعه يسوون عمو، ما يثقون بالامام العباس، خل هم يحلفون. احنا بقتول واحد بال 82، بقتول واحد بال 82 واخوي مولد 84 وعندنا مستمسكاته يتهمونه يقولوا له انت القاتل، والله نريد 100 مليون. 100 مليون بالكون اكو شاهد دليل على ال 100 مليون؟ زين اكو واحد هيك يسوي بشر بدون حوش وعائله 12 نفر وهسه حاط بالكماليه ببغداد يبيع خضره اربع ايام تدق عليه مكافحه و12 مليون وامه وابوه بالدار، امه وابوه بالدار. كفيلك الحسين ابو عبد الله دير العم، اكو واحد بالدوله شريف، نريد واحد بالدوله شريف يطلع ويقول هذا انا يابا تعال اجيب لهم اقعدهم قبالكم وهم وانتم تقعدون قبالهم. دير اكو واحد سيد مقتدى يرضى بهاي ربعه هيك يسوون بالوادم؟ اذبك جوا وادق عليك الا توقع وتعطيني 100 مليون يلا؟ اكو واحد شريف هيك غيور يرضى؟ وهاي امه وابوه ما يسمع بحظه وختة ولا على ثيابه ولا هاي امه وظلها بالدار كل شيء ما ياهل يقبلها الله محمد على الله يقبلها محمد التيار الصدري سيد مقتدى ياهل يقبلها. بتحاكي يقول لك انا، يقول لك انا من قبل سيد مقتدى ورجال معمم مسوي روحه شيخ.
وقع، وقعت انت وطلعت كشف دلاله على عينه وعلى راسي. انت قلت الكاتل عندكم على عينه، هاي القاعد طلع بيها كشف دلاله، غير بيها ناس حاطين من زمان صدام الهسه يقولون ماكو كتال بهاي المكان ولا بشر مقتول. شايل من تريد ال 100 مليون؟ ال 100 مليون المن تريدها سيد المرتدى وداك؟ يا اهل وداك غير تفهمني يا اهل وداك؟ يا اهل وداك يا جي عالي تحاكي يقول لك والله العظيم والله العظيم مدير مكافحة الاجرام اخليه باكر ياخذك وينهم وضعك. اخبار احنا نرجو من كل واحد شريف يعالج لنا هذا الموضوع.